لما نروح على مدارسنا نلبس كمامي في الحال وما نبدل كمامتنا واغراضنا إلنا وبس وإيدينا دايما نغسلهم ولما نسعل أو نعطس نرفع الكوع على الدم. يا أطفال يا حلوين خلينا طول متبعدين حافظوا ضلوا ملتزمين ودايما أقيموا الإيدين وطبعا لأنكم أبطال غيرنا طريقة السلام بالإيدين ما في مجال بالكوع أو بالأقدام وهيك بنقدر يا أبطال نحمي حالنا من الفيروس ولما نسمع الكلام ونطوع عمو فرفوش بحبكم والله كتير بهديكم قلبي كبير بحبكم يا حلوين أنا عمو فرفوش.